بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفتكر مع بعض كده السكيلتون بيلدينج، الأحمال فيه بتنتقل ازاي. أولا أنا قلت لك في السكيلتون بيلدينج الأحمال بتنتقل من البلاطة اللي هي السقف يعني، للكمرات، للعمدان، وبعد كده للفوتنج. ظهر معانا هنا في الفيديو اللي فات حاجة اسمها الـ WS. قلت لك ان الحمل بتاع البلاطه او البلاطه لما بتيجي ترمي حملها على الكمرات بترمي حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها دبليو اس اللي هي الويت اوف سلاب. طيب الويت اوف سلاب اللي هي الدبليو اس دي بقول لك ان هي بتترمي على الكمرات. خلاص؟ يبقى في السكيلتون الدبليو اس بتروح للكمرات، وبعد كده الكمرات دي زي ما انت شايف بعد ما تاخد الحمل ديستريبيوتد ترميه رياكشنز على العمدان بالمنظر ده، بتقلب الرياكشنز على العمدان، وبعد كده العمدان بترمي احمالها على الايه؟ على الفوتنج. طيب ملحوظه بس سريعه، طلب الثانيه مدني، الديزاين بتاعك المطلوب منك بس في السنه كلها تصميم كاميرات وعمدان، وفي اخر الترم الثاني ان شاء الله في حاجه اسمها الفريمز اللي هي يعني في الاخر يعني هي البيم والعمدان مع بعض، تسمى ساعات ان هي ايه؟ فريمز. انما البلاطات وتصميمها ان شاء الله في ثالثه مدني، هيبقى توبك كبير شويه وضخم. الترم تقريبا الترم الاول كله في ثالثه مدني بلاطات بس. خلاص؟ طبعا بانواعها مش سوليد بس، يعني سوليد وحاجه اسمها فلات وحاجه اسمها هولو بلوكس وحاجه اسمها بانل بيمز، حاجة يعني انواع الايه؟ السلابس المختلفة. طيب نبدأ بقى شوية في السكيلتون بيلدينج، نرجع كده لمرجعنا. هل البيمز كلها اللي انت شايفها دي بتاخد نفس الاحمال بالظبط بالتساوي من البلاطة؟ يعني ال دبليو اس دي نقسمها على اربعة وخلاص، ويبقى الكاميرا دي عليها دبليو اس على اربعة وعليها دبليو اس على اربعة وهكذا على كل الكاميرات ولا ايه؟ لا طبعا، في حاجة اسمها اللود ديستريبيوشن. حاجة اسمها الايه؟ اللود ديستريبيوشن، يعني بنشوف كل كاميرا هتاخد قد ايه بالظبط من ال WS. خد بالك من الكلمه بقى عشان هنبدا دلوقتي في اللود ديستريبيوشن. بقول لك ان انا هدفي من اللود ديستريبيوشن ايه؟ اعرف كل كاميرا بتاخد قد ايه من ال WS بتاع السلاب. طيب يبقى قبل كده ما نبدا اللود ديستريبيوشن بتاع السلابس، عايزين بقى نعرف الاول هي ايه اصلا انواع السلابس. فاول حاجه هنشرحها دلوقتي هي انواع الايه؟ السلابس. بقول لك انا عندي كذا نوع من السوليد سلاب، هو ده بس اللي يهمنا في منهجنا. ثلاث انواع زي ما انت شايف، حاجه اسمها الوان واي سوليد سلاب، حاجه اسمها التو واي سوليد سلاب، حاجه اسمها الكانتليفر ايه؟ سلاب. طيب اول حاجه زي ما قلت لك انا هدفي اعرف ال دبليو اس دي بتروح ازاي على الكاميرات. فانا بقول لك الوان واي سوليد سلاب معناها ان الحمل بيتجه في اتجاه واحد بس عشان يرمي على الكمرات. يبقى الحمل يسير في كام اتجاه؟ في اتجاه واحد زي ما انت شايف. اتعود بقى على الرسمه دي، رسمه السهم اللي هو المنعكس ده، اللي هو السهم ده كده معناها ايه؟ اتجاه الحمل. يبقى لما يبقى في اتجاه واحد كده معناها ايه؟ نو وان واي. يعني من الاخر انت شايف اهو في الكروس سيكشن، ادي السقف بيرمع الكاميرا دي وبيرمع الكاميرا دي بس. في البلان اهو ادي الكاميرا وادي الكاميرا وادي السقف، في الاخر السقف ده بيرمي حمله وان واي على الكاميرتين دول. هيظهر معاك بقى حاجه اسمها ال في الدايمنشنز، بقى حاجه اسمها ال شورت وحاجه اسمها ال. ال ده اللي هو الطويل، الاتجاه الطويل بتاع البلاطه، والاتجاه القصير اللي هو اسمه ايه؟ ال شورت. تاني نوع اللي هو التو واي سوليد سلاب، ده بقى بيرمي في اتجاهين. البلاطه بترمي الحمل بتاعها في ايه؟ في اتجاهين زي ما انت شايف. ادي السهم اهو في الاخر، انا جبت القلم كده بس. في الاخر الحمل لو عندي حمل هنا كده مثلا، في الاخر هيرمي هنا ويرمي هنا، وكمان يرمي هنا ويرمي هنا. فهل ما انت شايف كده منطقي الاربع كاميرات بيشيلوا قد بعض من الدبليو اس بتاعت البلاطه؟ اكيد طبعا لا.
الكاميرا دي مثلا طويله اهي، الكاميرا دي قصيره، اكيد دي مش هتشيل زي دي. خلاص ده كده مبدئيا يعني. برضه هيظهر معاك حاجه اسمها ال شورت وحاجه اسمها ال اللي هي في الاتجاه الطويل. تالت نوع واخر نوع هيقابلك اللي هو الايه؟ الكانتليفر سلاب. طبعا في انواع ثانيه هنقولها قدام، بس خلينا دلوقتي دي الانواع الايه؟ الاساسيه. حاجه اسمها الكانتليفر سلاب. الكانتليفر سلاب دي طبعا البلاطه متشاله من ناحيه واحده، فاكيد هترمي حملها في ناحيه واحده. زي ما انت شايف في الناحيه دي مفيش اي حاجه البلاطه دي ترمي عليها اصلا، مفيش ولا كاميرا ولا عمدان ولا اي حاجه في الاتجاه ده. يعني في الكروس سيكشن اهو، ادي الكانتليفر طبعا ممسوكه من ناحيه واحده اللي هي الكاميرا دي. هل هنا ممسوكه من اي حاجه؟ اكيد لا. انت شايف اهو مفيش اي حاجه. طيب خلاص، يبقى هي بترمي بايه؟ في اتجاه واحد، يعني السهم ايه؟ بيرمي على الكاميرا زي ما انت شايف. طبعا الكانتليفر سلاب بيهمني ال ايه؟ ال كانتليفر. عشان اوضح لنفسي التلات انواع والفرق بين التلات انواع بتوع البلاطات، بيظهر معايا حاجه اسمها الريكتانجولاريتي. حاجه اسمها الايه؟ ريكتانجولاريتي، اللي هي المستطيليه. هي اسمها كده، نسبه المستطيليه، عشان اعرف هل البلاطه بتاعتي 1 واي ولا 2 واي. ما بعرفهاش بالشكل، ما بعرفهاش بالشكل، بعرفها بالحسابات. بحسب عندي البلاطه بتاعتي ليها ال وليها ال شورت، من ال وال شورت انا بعرف البلاطه بتاعتي 1 واي ولا 2 واي. يعني يا باشمهندس من الشكل كده تعرف هي 1 واي ولا 2 واي؟ لا طبعا، هي بالخبره اه بعينك ممكن تلاحظ بس بعد كده، انما بالحسابات هنبداها بنحسب حاجه اسمها الريكتانجولاريتي. خلاص كويس. ايه بقى الريكتانجولاريتي دي يا باشمهندس؟ بقول لك الار اللي هي ار سمول دي، ريكتانجولاريتي بتساوي ام في ال. طبعا ال دي اللي هي ايه؟ ال دي اللي هي الاتجاه الطويل بتاع البلاطه، على ام داش في ال شورت. طيب بقول لك الناتج، طبعا هنعرف الحاجات دي معناها ايه، يعني ام ويعني ايه ام داش، هنعرفها دلوقتي. بس خلينا نعرف ان الار في الاخر لما نطلع الناتج ده يطلع مثلا رقم 3 مثلا. التلاتة دي اكبر من الاثنين، فلما يبقى الار اكبر من الاثنين يبقى البلاطه بتاعتك 1 واي سوليد سلاب. طيب هي لو طلعت 1.5 مثلا، الار طلعت 1.5 مثلا، هي ايه؟ هي اصغر من 2 يبقى 2 واي. خد بالك ملحوظه، لو طلعت ب 2 بقى، لو طلعت ب 2 فهتبقى 2 واي برضه. خد بالك لانها اصغر من او يساوي. طيب عايزين نعرف بقى ايه هي الام وايه هي الام داش. بقول لك الام والام داش دي حسب لما تاخد ستريب في البلاطه بتظهر معاك شكلها ايه. لا انا مش فاهم يا باشمهندس. طب خلينا نلف، نرجع كده للمثال بتاعنا بتاع البلاطه اللي انت شايفها دي. دلوقتي انا هاخد حاجه اسمها ستريب. حاجه اسمها ستريب، يعني ايه ستريب؟ ببساطه اكني بجيت سكينه قطعت هنا كده وببص اشوف ايه السبورتات اللي عندي. فاهو انا قطعت دلوقتي، فهبص كده صح كده ولا ايه؟ اهو هوقع بقى اللي انا قطعت فيه صح كده؟ اهو ادي سبورت اللي هو الكاميرا دي، الكاميرا دي والكاميرا دي، اهو اللي انت شايفه ده. طيب انت شايف ايه بقى؟ ده كونتينيوس ولا سيمبل؟ ها كونتينيوس. يبقى على حسب بقى، لو انا قطعت ولقيتها سيمبل تفرق لو انا قطعت ولقيتها كونتينيوس. يعني مثلا لو جبت لون تاني كده عشان نفرق، جبت مثلا اللون الازرق ده، جيت مثلا قطعت كده، قطعت هنا كده خلاص وبصيت كده، لو انا في القطعه دي كده هيبان لي ايه؟ ها هيبان لي سبورت هنا وسبورت هنا صح كده، اللي هو الكاميرا دي يعني والكاميرا دي. ها دي سيمبل ولا كونتينيوس؟ سيمبل. طيب يبقى حسب القطعه بتاعتك في البلاطه تفرق بقى الام والام داش ليها ارقام مختلفه. فهمنا مع بعض كده؟ نخش بقى نعرف ايه الام والام داش والقيم بتاعتها. لو انت قطعت ولقيتها سيمبل يبقى الام بكام او الام داش برضو بكام؟ بواحد. يعني تيجي تعوض هنا حط واحد وهنا واحد، اكنك قسمت ال على ال شورت وخلاص. طب كويس. طيب لو جيت قطعت ولقيتها كونتينيوس من ناحيه واحده، خد بالك كونتينيوس من ناحيه واحده. يعني ايه كونتينيوس من ناحيه واحده؟ اهو ارجع كده مع بعض في الرسمه اللي انا رسمتها. الكونتينيوس دي هل لو انا قطعت من هنا كده
مش هي كده كونتينوس من ناحيه واحده بس، هو في حاجه هنا؟ لا مفيش حاجه هنا، يبقى هي كونتينوس من ناحيه واحده. نفس الكلام من هنا، هي كونتينوس من ناحيه واحده ولا من ناحيتين؟ اي من ناحيه واحده بس، هنا مفيش اي حاجه. خلاص؟ يبقى الام والام داش بكام؟ ب 0.85 0.87. خلاص؟ طب لو كونتينوس بقى من ناحيتين يبقى تحط الام والام داش 0.76. الارقام دي للحفظ، الارقام دي للايه؟ للحفظ. وطبعا الايه النسب دي اللي هي الام في ال على ام داش في ال شورت اكبر من 2 واقل من 2 او يساوي دي، تعرف هي 1 ولا 2 ايه، ده برضه دي حفظ ما فيهاش كلام. كويس، يبقى احنا دلوقتي هنعرف نفرق البلاطه اللي عندنا دي من الدايمنشنز اللي هي الجيفن اللي عندك، تعرف هي 1 واي ولا 2 واي. طبعا لو هي كانتليفر مش محتاج تحسب لها حاجه اصلا، هي من النظر كده انت شايفها ان هي كانتليفر. تمام، هيقابلني بقى اول اكزامبل بالارقام عشان نعرف ازاي بنعمل او بنحسب اللي هي ايه الريكتانجولاريتي. بالمناسبه دي اول خطوه دايما في حل اللود ديستريبيوشن، اول خطوه دايما في اللود ديستريبيوشن نحسب ايه، تحسب الار. طيب فاكر لما قلت لك في الفيديوهات السابقه، طبعا انا بشتغل على نفس البلاطه، خد بالك، ها لو واخد بالك كده انا بشتغل على نفس البلاطه اللي انا شغال عليها من اول الفيديوهات عشان اوحد معاك الشغل وتفهم معايا. فاكر لما قلت لك لما يبقى عندك كاميرا كده فهي بتفصل بين الاس اللي هي السلاب 1 وسلاب 2، ممكن يكون السيكنس ده مختلف عن السيكنس اللي هنا، ممكن يكون بيساويه مفيش مشكله، بس احنا لازم نقطع ما دام في كاميرا فاصله كده بين تو سلابس، لازم نحل السلاب دي لوحدها والسلاب دي ايه لوحدها. خد بالك دي اول ملحوظه واهم ملحوظه. طيب انا دلوقتي لقيت كاميرا فاصله فعلا، فهحل اس 1 لوحدها واس 2 لوحدها. فاقول لك فور اس 1 هحسب حاجه اسمها الايه؟ ريكتانجولاريتي. ار بتساوي ام في ال على ام داش في ال شورت. طيب خد بالك بقى، ادي الاس 1، ادي الاس 1، فين ال بتاعها والال شورت بتاعها؟ يبقى اول حاجه بتمسك الاس 1 تشوف الدايمنشنز بتاعتها، فين الاتجاه الطويل وفين الاتجاه القصير. خد بالك معايا، ادي الاس 2 اهي، سوري الاس 1 اللي هو ايه؟ الجزء ده. المسافة دي بكام؟ بأربعة. طب المسافة دي بستة اهي. يبقى ايه؟ المستطيل ده ستة في أربعة. يبقى البلاطة دي ستة في أربعة. في الاتجاه الطويل؟ أكيد الستة. الاتجاه القصير أربعة. يبقى الـ L شورت مبدئيًا كده بأربعة، والـ L بستة. جميل. طيب الـ M احنا قلنا بقى لو قطعت في اتجاه الـ L هي M، ولو قطعنا في اتجاه الـ L شورت يبقى ام داش. خلاص؟ طيب ال ال بكام اللي هي بستة؟ هنقطع في اتجاهها، يعني نقطع في اتجاهها؟ اهو. فين الاتجاه الطويل؟ اللي هو ده. نقطع في اتجاهه. اهو. قطعنا كده. ونبص. ها؟ هيديني سيمبل ولا كونتينيوس؟ أنت شايف إيه؟ سيمبل. يبقى ام بكام؟ بواحد. يبقى عرفت ليه الام بواحد؟ لأن أنا قطعت في اتجاه ال ال ادتني سيمبل. طيب اللي ما فهمش يركز معايا. ال ال شورت، فين ال ال شورت بتاعت البلاطة اس 1؟ اللي هي الأربعة، يبقى الاتجاه ده، يبقى أنا هقطع كده. صح كده ولا إيه؟ وهبص طبعا كده. جميل. ها أنت شايف إيه بقى؟ لو أنا جيت رسمتها تحت كده هتبقى إيه؟ هتبقى كونتينيوس. صح ولا إيه؟ طب كونتينيوس من ناحية واحدة ولا من ناحيتين؟ ها؟ كونتينيوس من ناحية واحدة. يبقى الإم داش بـ 0.87. هتحسبها بالأرقام هتطلع 1.72. الرقم ده أقل ولا أكبر من 2؟ أكبر من 2 ولا أقل؟ ها؟ اقل من 2، يبقى 2 واي سلاب. خلاص؟ يبقى انا عرفت ازاي ان هي 2 سلاب؟ مش بالنظر، بالارقام. خلاص؟ حسبتها طلعت اهي فعلا ايه؟ 2 واي. طيب الاس 2 نفس الكلام، هعمله بالظبط على اس 1، فاللي ما فهمش اس 1 يركز معايا. اس 2 المربع اللي هو ايه؟ المستطيل الصغير ده. نجيب لون تاني بس عشان نوضح القطعات. فور اس 2 هنحسب نفس القانون اللي هو ار بيساوي ام في ال على ام داش في ال شورت، الام في اتجاه ال ال والام داش في اتجاه ال شورت. طيب انا عندي هنا الاس 2 فين ال ال؟ الكبيره اهي ب 6 وال ال شورت بكام؟ ب 2. جميل. يبقى ال ال الام دي اللي في اتجاه ال ال نفس القطعه بالظبط اللي هي القطعه كده في اتجاه الطول الطويل. كويس، هيقابلك سيمبل ولا كونتينيوس؟ اللي هي الجزء ده كده، لو جيت رسمته بره هترسمه سيمبل،
صح ولا ايه؟ جميل. فعشان كده الام بواحد. طيب لو جيت قطعت في الاتجاه اللي هو موازي للال شورت عشان تجيب الام داش، هتقطع ازاي؟ هتقطع كده تمام، وهتبص بقى في اي ناحيه عادي، هترسمها كونتينوس ولا سيمبل كونتينوس، يبقى الام داش 0.80. هتحسب الرقم ده هيطلع اكبر من 2، يبقى ده 1 واي سلاب. يبقى ده بعد ما انت عرفت خلاص ده 1 واي ولا 2 واي، ترسم بقى لنفسك الايه الاسهم اللي بتوضح لك هي 1 واي ولا 2 واي. فاحنا خلاص عرفنا ان دي 2 واي، ودي عرفنا ان هي ايه 1 واي، فدي هترسمها كده لانها 2 واي. طب دي 1 واي. خد بالك بقى دايما الايه ال 1 واي بيرمي في اتجاه ال ال شورت، ملحوظه مهمه جدا. دايما السهم ده اللي هو اتجاه الحمل موازي لايه؟ لل ال شورت مش لل ال كابيتال، مش موازي الاتجاه الطويل ابدا. ما دام 1 واي بترمي في اتجاه ال ال ايه؟ ال ال شورت. ده كده خلصنا اول فيديو في موضوع اللود ديستريبيوشن. طبعا ده كده كان ايه؟ انتروداكشن، ووضحت لك بس اهم حاجه اللي هي الايه؟ نسبه المستطيليه. المره الجايه ان شاء الله هنخش بقى في ايه؟ في انواع السلابس بالتفصيل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.